الحقيقه كل لجان النادي الاهلي الحقيقه عاملين شغل نار الفتره اللي فاتت دي كلها وعلى كل المستويات وعلى كل الاصعده رياضيا وترفيهيا وكمان تثقيفيا كما هو الحال في الخبر اللي معايا دلوقتي. لجان النادي الاهلي طبعا بتنظم ندوه عن السلامه الامنه على الطرق، والموضوع ده في منتهى الاهميه خصوصا في المرحله اللي احنا فيها، مرحله ما قبل العوده مره ثانيه للمدارس والجامعات. تعالوا نتعرف على تفاصيل اكثر من خلال التقرير ده. عملنا اجتماع مع اللجنه العليا واجتماع مع اللجنه ان احنا نحاول ان احنا ننسق الفتره اللي جايه دي بمجموعه انشطه تقدر نعاود بيها النشاط للجنه ونتواصل تاني مع الاعضاء بس بشكل موضوعي. فكان عندنا سلسله ندوات اللي بدات النهارده بيها، وبعد كده ان شاء الله هتبقى في مدينه نصر، وبعد كده في زايد، بعد كده ان شاء الله هيبقى عندنا سلسله ايام ترفيهيه للاعضاء قبل العوده للمدارس، هنقدمها لهم برده في الفروع الثلاثه باذن الله. في مفاجآت بقى ان شاء الله هنحضرها لهم، يعني مش عايزين نحرقها دلوقتي عشان تتوالى الاحداث مع الاعضاء ويكونوا منتظريننا باذن الله. احنا عايزين نوصل ان الثقافه اللي احنا المفروض نوصلها للولاد من خلال تربيتنا ان هي ما بتقتصرش بس عن العادات والتقاليد والقيم اللي احنا بنقولها او السلوكيات اللي احنا بنعصرها طول النهار، لكن احنا عايزين نقول ان الطرق الامنه والسلامه المهنيه للولاد ان هم يعدوا بطرق امنه وبشكل امن ليهم وان احنا ما نخافش عليهم ويرجعوا لنا بيوتنا بالسلامه، ده يعتبر نوع من انواع الثقافه ونوع من انواع التربيه اللي لازم تكون موجوده معانا في حياتنا، وان احنا ازاي نعلمهم ان هم ينزلوا من العربيه بشكل امن، يعدوا الطريق بشكل امن، يركبوا باص المدرسه بشكل امن، يعدوا يدخلوا بوابه المدرسه بشكل امن. ولادنا غاليين علينا، وده يعتبر حاجه يعني مهمه جدا من حاجات التربيه اللي احنا لازم نأثر فيها. والله اسمحي لي في الاول نشكر النادي الاهلي، قياده النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي، وده مش غريب عن النادي الاهلي انه يستضيف مثل هذه المبادرات المجتمعيه من اجل السلامه، يعني ده جزء مهم جدا، السلامه على الطرق هاجس عند كل الناس وجزء مهم، وكان لازم يبقى فيه يعني مساهمه مجتمعيه، اللي اعتقد النادي الاهلي سباق دايما فيما يخص المبادرات المجتمعيه من اجل السلامه. فالمكان كان مناسب لان اهالي قاعدين مع اولادهم مع اصحابهم وكانوا بيسمعوا اللي احنا كنا بنتكلم عليه، فانا بقول حتى لو المعلومه واصله غير تاخد انتباههم ان هم يعملوا حاجه، واللي احنا عايزينه يعملوه ان هم ينتبهوا في الايام دي على اولادهم، يبقوا مرافقين لاولادهم في طريقهم للمدرسه وطريقهم للمدرسه لحد ما يطمنوا ان الطريق سالم، يوجهوهم التوجيه الصحيح علشان يطمنوا ان اولادهم يرجعوا سالمين. كانوا مبسوطين جدا بيها، بالذات الولاد الصغيرين اتعلموا معلومات جديده، ازاي اعرف اعدي الشارع، ازاي ارفع ايدي، ازاي اخلي العربيات اللي سايقه تاخد بالي ان انا طفل وبعدي الشارع، ازاي ولي الامر ان هو يبدا يامن نفسه ويامن طفله وهو رايح المدرسه وجاي ما يبقاش قلقان عليه. هو احنا طبعا توقفنا كتير قوي عشان مرض كورونا، ما كناش متواجدين في النادي بس كنا موجودين على السوشيال ميديا، وكنا دايما بنعمل ايفنتات كتير زي مثلا لسه من الاسبوع اللي فات مسلمين الاطفال اللي حفظوا الاجزاء، يعني مسابقه قران كانت موجوده اونلاين، احنا كنا موجودين بس بشكل اونلاين ما كناش متواجدين في النادي. طبعا دلوقتي اول ايفنت اهو نكون موجودين فيه بعد الكورونا، نتمنى ان هي تنتهي خالص عشان نقدر ننزل بشكل كبير. النهارده كان اول ندوه لينا عن سلامه الطرق للاطفال، دي كانت حاجه كان لازم نبتدي بيها لان احنا اللجنه عندنا اساسها الطفل، فكان لازم اول حاجه، وطبعا في عوده مدارس فلازم بناء عليه الاطفال بتروح لوحدها المدرسه، لازم يبقى في توجيه من اولياء الامور، فاحنا كنا بننوه على ده النهارده لان لازم يكون في يعني ادي للطفل ثقه بس بطريقه صحيحه.